وسهلا فيك سعادة السفير، ممكن تعرفنا عن حضرتك وتقول لي شو رأيك بهالمؤتمر العظيم؟ أهلا وسهلا بحضرتك، معك المهندس محمد الشامي، وأنا مدير شركة بالسعودية وشريك فيها، وشركة بمصر، شركة مقاولات. والواحد سعيد جدا أنه يكون في وسط هذا الصرح الجميل، وتشرفنا بالجميع، والواحد سعيد جدا أنه يكون وسط هذا الجمع الكويس واللي بيخدم الإنسانية على مستوى العالم كله. الله يسلمك. الملتقى ما شاء الله، الملتقى قائم على الأعمال الإنسانية وبيخدم العالم كله، ولنا الشرف إن الواحد يكون بيخدم في هذا المجال، والحمد لله يعني الواحد بيخدم بقاله كذا سنة في هذا المجال الإنساني، وأفضل عمل على الإطلاق هو العمل الإنساني في جميع الدول العربية والإسلامية وحتى العالم كله ما شاء الله. ما شاء الله، أهلا وسهلا فيك، نورت الملتقى. أهلا وسهلا فيك.